حسبتوش الفلوس اللي داخل المتحف برشلونة، فكرتوش في الكورة كيفاش تساهم في الناتج القومي الخام، فكرتوش اللي برشلونة صارت من أول أربع وجهات سياحية في العالم بفضل جمالها أوكي، ولكن أساسا بفضل نادي برشلونة. كرة المستقبل لن تمنعني من همسة كلاسيكو اليوم، اليتيم في غياب رونالدو وإصابة ميسي، كلاسيكو اليوم في طقس بارد وممطر، وكأن الطبيعة محتجة على كلاسيكو بدون البولغا والدون الأول بدونهما أو أحدهما من 2007، ولكن ولأن الأيام نداولها بين الناس، ريال بارسا وبارسا مدريد قمة كلاسيكو بمن حضر. الكرة عن طريق الهجوم، يلعب كرة كوتينيو وحط الكرة، 3 دقائق في الشوط الأول، وبالتالي سيحتفظ كريم بنزيما بلقب وريكور أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو. ديل سريساو طلع كرة مارسيلو، متأكد الريال مش يعمل رياكشن. كلاسيكو ديل موندو يا سادة، صراع على الأجيال، ولكن ماتش زيادة تمشي لفادة قمة الاستفادة. ترجع الكرة خشينة، ملعوبة جميلة للكاتالوني، جارد باي جارد باي، حط الكرة بنزيما، أول كرة على مرمى تير شتيغن، التسديدة الأولى لبنزيما. 24 ساعة قبل الكلاسيكو رونالدو يسجل ثنائية في إمبولي، ثاني دا جولاثو بأيام الدون، وكأنه يوجع في بيريز، كأنه يذكر فلورنتينو بغلطة عمره. 16 دقيقة لعب في الشوط الأول، يمشي مارسيلو يضرب كرة تير شتيغن من مرتين يا تير، ترجع الكرة لشتيغن، عديها وعديها كوتينيو، تمشي الكرة، مودريتش هذه خطيرة، حط الكرة على طريق جارد بيل، سهلة لتير شتيغن. 10 جوردي ألبا خطيرة، كرة من جوردي، كرة خطيرة، جول! 1-0 كوتينيو، 1-0 كوتينيو، 1-0 للإفس برشلونة، البرازيليانو جول. يفرح السوبر ستار واحسن من حمل القميص رقم 10 في التاريخ، ليونيل ميسي الغايب من 2007 للمرة الأولى يحتفل بالهدف الأول عن طريق الجار، عن طريق ابن السليساو، عن طريق البيك فيليباو، عن طريق كوتينيو الغدار. 1-0. إذا تحدثنا عن أكثر لاعب خسر الكلاسيكو، راموس 17 رفع والضغط على راموس، طرد كرة لهكذا الأمور، وكورتوا خلص كرة بإعجاز، لولا يدبو كورتوا لكان الثاني، وأرى ممكن سيناريو الأربعة والخمسة، البرسا يكتسح والريال، الريال يتفتح ويفتح اللعب على راكيتيج، خطيرة الكرة رافينيا، الكرة على اليسار على اليمين، توني كروس مع توني، أخطاء دفاعية رهيبة، هذا الريال لا يطمن، هذا الميرينجي بأخطاء دفاعية قاتلة. يرفع كرة بنزيما خطيرة كريم، جاب الكرة إيسكو، عرضية بنزيما ضايع الفرصة، يمشي يسجلوا، يمشي الكرة مدريد، الكرة الانطلاق ناتشو، ناتشو عالي، بريس عالي، وضغط والطيار عالي. الأخبار القادمة تقول أنطونيو كونتي بدأ يسخن، واليوم ممكن كونتي سيكون كتالوني لحد النخاع، فرصة عمره يدرب الجراند الريال. يلعب لكوتينيو، وفي استهتار في رايم البرازيلي، هنا يغنون يتغنون بيرث كاتالونيا وميسكي، كيف ستكون النهايات والعبرة بالخواتيم. يضرب راموس والكرة في القلب في الوسط، جات سهلة عن طريق تير شتيغن في مكان اسمه الكامب نو في مدينة ساحرة هي برشلونة، والكرة للانطلاق، يمشي جوردي، عرضية خطيرة وضرب جزاء، يقول الحكم أين الفار، كرة ملعوبة، فرصة الثاني، الفار، جمهور البرسا طالب فار، ذكي برشا، هنا نشوف في اتجاه يمشي يزفرها، شوف شو عمل له مالا لويس، مالا سواريز، فاران دفعوا، أنا نقول ضرب جزاء لفريق البرشلونة، عملية الدفع واضحة جدا، خبيث عليك، ذكية عليك، خشين عليك هذا سواريز، البيستولير وركب ضرب جزاء في رايي للرافا فاران، يبقى رايي راو، شوف شو عمل له، حط الكرة، ضرب جزاء فمشكلة.
فماش كلام. بينالتي 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 يا فاران برا تعلم. شكون قال احسن مدافع سيكون في العالم بعد السنوات؟ ممكن يشيلها له بذكريات البريمير ليج. يمشي سواريز والثاني لويس حتى شعل النار في كاتالونيا يا ساده. نصف ساعه جاب الثاني، نصف ساعه جاب الثاني. البيستوليرو جرانديوز هذا المساء. البرصة في ذكرى الاستقلال يلعب بموتيفاسيون كبيرة برشا، يلعب بثارة كبيرة برشا، يلعب بجرينتا كبيرة برشا، يلعب بردة فعل كبيرة برشا، يلعب في ذكرى السياسة وذكرى عام على الاستقلال وسجن زعماء الإقليم. يلعب بكل قوة. إسكو بنزيما خرج كرة حلوة كريم كريم، ولكن جوردي برجة في المتعة في الزهو في الترب في الشيخة في الامتاع في المؤانسة والابداع. ميرينجي صفر البارسا اثنين. وبين الاقليم الكتالان ترجع كرة بالراس. ريال مدريد هل ينتفض؟ هل تتغير المعطيات؟ مرهونة في هدف خطيرة تلعب الكرة عن طريق مودريتش وفي خطأ في خطأ على الراب. المباراة ستين بلاش فتحت على البحر من أيام الذكريات. أمن الريال سيرد الفعل. وينو ناتشو؟ يا ناتشو وينك؟ يا ناتشو وينك؟ يا ناتشو وينك؟ يا ناتشو وينك؟ الهدف الثالث كان قريب، الهدف الثالث كان قريب. ترجع الكرة هنا لعب سامولي توفيس. ديك للكتالوني اكثر اصرار، جايبين الربح ويحبوا يربحوا. وميسي مع دييغو يشاهد، او دييغو يشاهد المباراه ويقول لو حضرت هذا المساء. بارسا يحضر ولا الريال يغيب؟ يمشي رافين، يمشي ركنها. الله كره وضربه مرمى لتيبو. يمشي لويس سواريز، لويس سواريز رايح لويس. لحد الان الجولة العاشرة في تاريخها محترمة جدا ومحترمة ومتوافقة مع تاريخ المواجهات السابقة في الجولة العاشرة. ليغا في أوروبا صنفتها الفيفا البارحة نمبر 1 بين دوريات الدنيا. فينيا كورة للفريق الكتالوني خطيرة جدا عن طريق راكيتيت. قدام سنرى من خلال تمركز اللاعب بنزيما. ضيع الكورة كريم أو تألق في صدها الأنجلي. سواريز يمشي لويس سواريز، لويس سواريز، لويس سواريز. الكورة كازيميرو يلعب الكورة طويلة سهلة يخرج الحارس كازيميرو. كازيميرو وسط الميدان ترجع كرة حذاري وكرة ممتازة ولكن خطأ. يمشي فاسكيز على اليمين، فاسكيز كرة خطيرة حط الكرة وفرصة ومارسيلو جول 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 جول. هل يحلى الكلاسيكو يا سادة؟ لوبيتيغي يرجع من بعيد والمرينجي يسجل هدف التبديل بعاداتي بخصوصياتي. فييرا السيد مارسيلو يسجل هدف في حضور 500 من عشاق المرينجي هنا في قلعة البارسا بالكامب نو. سواريز لقتل الكلاسيكو مره ثالثه. لويس سواريز فرصة، الكره متاحه، الكره السانحه من ركنيه جابها كورتو. الريال رده الفعل، ايسكو للتعادل يلعب الكره خطيره. بنزيما الريال قادر على الثاني. يمشي جارث بيل. اي شوط ثاني يا ساده موعودين به نستناو فيه هنا في قلعه البلاو جرانا. يحيى من جديد والكره تمشي مارسيلو، مارسيلو عرضيه والراس يا من راموس تبشوت كوره بكوره. الثاني جاي، الله حي الثاني جاي بلا روحهم بذكريات العاشره. والكوره في القائم، الكوره في القائم. يا حديده يا حديده يا حديده يا حديده. مودريتش كاد يعادل ارقام. شي كريم جابها كريم، راوغ كريم حتى كريم ركنيه الكريم. تمشي كوره بالراس وجول. برافو برافو راكيتيت. ماذا حدث في 15 دقيقة؟ لوبيتيغي كلمهم على المكشوف، كان تحبوني خلوني، كان تكرهوني مشوني. والريال يحب لوبيتيغي، المرينجي يحب لوبيتيغي. شكله كلمهم الملك، شكله كلمهم الملك. صورة خطيرة على القائم الثاني والهدف الثالث. والقائم، القائم قال لا، القائم يمنع برشلونة من الانتهاء. كورة بكورة، حديدة بحديدة، وكورة حلوة وجديدة في غياب ميسي. توني حط الكرة خطيرة وفرصة كبيرة وكورنر للريال مدريد. تسلل تسلل على ايسكو. با 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 مال الشوط.
جماعة، والكرة تمشي كوتينيو، حط الكرة والثالث يضيع، الثالث يضيع وكورنر جديد عن طريق جوردي. أنت رائع يا ألبا، يطبع هنا في قلب الكامب نو، إيسكو وجيرار بيكي. فما ماتش الآن، فما كلاسيكو الآن، فما رجال تلعب الآن. أرتورو خطيرة عرضية يا ملعبش، اتفرج فقط وكأنه مثلي ومثلك. أنا بذلت مجهود، علقت الريال، ما علقش في الشوط الأول، اتعلق في الشوط الأول. لازم شي يخسرهم إذا يسجل الثالث كازيميرو، وخطيرة. لن تكون سهلة عودة ريال مدريد، البارسا راجع، يوزع الكروس، خطيرة. وماذا أهدر بنزيما؟ ماذا أهدر بنزيما؟ ألا ما أقول لكم أنه عصفور اسطح؟ ألا ما أقول لكم أنه عصفور اسطح؟ وقتاش تولي نسرع جاب صقر يا كريم؟ يمشي كوتينيو، حاط الكرة، كرة للريال، حاط الكرة إيسكو، يلعب الكرة خطيرة، وبعيد على بنزيما. يا إيسكو هو ما حدش السهلة باش يجيب الصعيبة. روبرتو لويس سواريز، ترجع كورة، الضغط، اش تعمل يا سيميدو؟ مشى للريال مدريد، يمشي مارسيلو. أي مشهد، أي استاد، أي جمهور، أي وفاق، أي كورة لكلاسيكو الدنيا، كلاسيكو البارح وكلاسيكو اليوم وكلاسيكو، وكورة خطيرة يهرب فيها، خطيرة، ويغطي كازيميرو. يخرج كوتينيو، يدخل عثمان ديمبلي، الجمهور يصفق، ميسي صفق، ويرافق خروج كوتينيو فيليباو، ويدخل عثمان. رهيب راكيتيتش، حط الكرة مو بالراس، ديمبلي، عثمان، حط الكرة لبرشلونة، والهدف الثالث. لويس البيستوليرو، المسدس سواريز يصبح رشاش، البيستوليرو الرشاش يا ليونيل. 3-1، هذا ما جناه رأس بنزيما، وهذا ما صنعه رأس سواريز. الترسيرو للإيسي بارسلونا، 3-1 للبارسا. اللي ضيع يقبل اليوم. لويس سواريز قال له بيني وبينك في قلبه، الانسان اناني بطبعه، ما اللي راح منك يا بولجا. الحمد لله ما لعبتش يا ليو، اليوم يومي، هذه ليلتي، هذه سهرتي، هذه حفلتي، هذه اهدافي. مارسيلو يلعب كره، فرانشيسكو ايسكو على القائم الثاني، الرابع سيرجي روبرتو. يرجع الريال لشكوكو. مارسيلو مصاب يطلب التغيير. لا تأتي المصايف فرادة بالنسبة للريال. يخرج مارسيلو ويدخل ماريانو. بنزيما يذكر على اليسار، يلعب الكرة والتسديدة بعيدة. هذا كلام الرد فعل، والكرة خطيرة، وخطأ فادح، والرابع جاي. هاتريك يا لويس، سمعني صوتك بالغنى لويس، الملك لويس، سجل لويس، ودوس تريس يا ريكي يا مارتين. لويس سواريز لميسي، ما فماش ميسي، خلاص ما فيش ميسي، في لويس سواريز، في الجراند سواريز، في البيج سواريز. يخرج ارتورو ميلو، ويدخل المقاتل الشرس ديلا روخا ديل تشيلي، ارتورو فيدال. غادر رونالدو، وقريبا يغادر ميسي، وسيبقى الكلاسيكو ديل موندو. يطمئنون على مستقبلهم بدون البولجا ليونيل. عثمان الخامس، ولعت زلزال في الكامب نو، حتى فيدال خذا فيهم نصيب. فيدال يسجل الخامس، خمسة وخميس، حاضر محمد، غايب ابليس. مانيتا خماسية، يد
خمسة خمسة. أرتورو فيدال، أرتورو فيدال يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، رابع خماسية في تاريخ الكلاسيكو في الكامب نو. 5-1 الريال، 5-0 بارسا، 2010 آخر خمسة واليوم خمسة. الله خطيرة، مش ممكن الرباعية. الله يا لويس، الله يا لويس، صار يتفنن هذا سواريز، صار يبدع. ذبحوا بالكونتراتاك، يمشي ديمبلي والكرة اوفسايد. يا ابن السلستي يمشي بنزيما، يمشي بنزيما، يمشي كريم، كريم واحد اثنين، كريم كريم يا بنزيما يا بنزيما. بين ظفرين، واحد مازال يحكي لي على لوبيتيغي، والاخر مازال يكلمني على بنزيما يتحمل مسؤوليته. بين ظفرين مع برشلونة غير عادي، مع برشلونة استثناء. بارسا ينتفض السادس، يمشي بالكرة، يلعب سواريز، طاح 42. انتهت القمة، انتهت السارة، 6 شوطات بثلاثة أهداف، تبقى الكرة فير بلاي، يبقى الاحترام المتبادل. الريال يمشي يهني برشلونة. أي روح، أي رياضة، أي كرة، أي متعة. كلاسيكو المستقبل، حكيت فيه على البزنس والاستثمار والسياحة والناتج القومي الخام، ونسيت أهم شيء الأخلاق، أخلاق النبلاء. الريال الفرسان يمشي ويهني وبرشلونة وهم خاسرين 5 ليس 1. برافو عليكم، ما شاء الله عليكم، أمتعتمونا. كلاسيكو ناري، الماسك اون كلوب تتأكد مرة أخرى، برشلونة لن تنام الليلة مثلما لن ينام راموس، ولن تغفل له غمضة عين هذا المساء. كل عاشق للريال مدريد، مبروك البارسا، يستاهلون.